أهلا بكم. أكد مندوب اليمن الدائم في الأمم المتحدة خالد اليماني أن التوجه الدولي الجديد منذ تسلم إدارة الرئيس دونالد ترامب السلطة هو تصنيف الأذرع الإيرانية في المنطقة ومن ضمنها اليمن كمنظمات إرهابية. وقال اليماني أن المجتمع الدولي يتحرك باتجاه تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية في حال استمرارهم في مسارهم الانقلابي، ما سيغلق أمامهم فرص السلام ويجعلهم في مواجهة التبعات القانونية لهذا التصنيف. نقف أمام هذا الخبر لنناقشه في محورين: مدى نجاعة هذه التحركات في تصنيف ميليشيا الحوثي كجماعة إرهابية، وإلى أي مدى يمكن الاستفادة من التصعيد الأمريكي لخدمة قضية استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب. بات مصطلح الإرهاب في اليمن أكثر المصطلحات التي تثير جدلا، وأصبح لكل اتجاه تعريف خاص به. وفي حين يغيب التصنيف الدولي الواضح لشكل الإرهاب، يقول مراقبون إن ذلك سيمهد الطريق للجماعات العنيفة كميليشيا الحوثي لتتمدد أكثر في رقعة الدولة ويكون لها حضور سيؤثر في مسار الحل السلمي. نتابع التقرير التالي ومن ثم نعود لبدء النقاش. تحركات دولية جديدة لتفنيد مصطلحات الإرهاب في اليمن، وإن كانت قد غابت سابقا في تقييم العمل الإرهابي ودراسة أبعاده في المنطقة، إلا أنها تعود اليوم وبشكل أكثر نجاعة من ذي قبل. ففي خضم التغيرات التي طرأت على الساحة اليمنية منذ بداية الانقلاب على الدولة ومؤسساتها، يرجح مراقبون أن ثمة أنظارا دولية جديدة في تناول مسمى الإرهاب وضرورة إعادة بنائه بما يتفق مع خطر الجماعات ذات الطابع العقائدي والتي تشكل تهديداً للدولة وأمن واستقرار المنطقة برمتها. السفير اليمني في الأمم المتحدة خالد اليماني قال إن التوجه الدولي الجديد منذ تسلم إدارة الرئيس دونالد ترامب السلطة هو تصنيف الأذرع الإيرانية في المنطقة على أنها منظمات إرهابية، وهو ما سيدعم العملية السياسية في اليمن لتطبيق قرار مجلس الأمن 2216. وأضاف اليماني أن المجتمع الدولي يتحرك باتجاه هذا التصنيف في حال استمرارهم في مسارهم الانقلابي، ما سيغلق أمامهم فرص السلام ولن يبقى أمامهم سوى مواجهة التبعات القانونية للتصنيف. هذه التحركات وبحسب متابعين تأتي في سياق المذكرة القانونية التي تنوي الحكومة رفعها إلى الأمانة العامة للأمم المتحدة للمطالبة باتخاذ إجراءات وفقا للقانون الدولي لشجب سلوك إيران وأذرعها في المنطقة بسبب تهديدها الملاحة الدولية واستخدام الموانئ في البحر الأحمر لتهريب الأسلحة. وفي المقابل ما يزال هناك من يرى أن التوجهات الدولية لإدراج ميليشيا الحوثي في هذا التصنيف غير ممكنة في الوقت الحالي، باعتبار أن المحددات الدولية لأي حل سياسي في اليمن لم يستثنها من أولوياته، بل وما زال يجدها كشريك أساسي لمستقبل المسار السياسي في اليمن. تتناقض إذن وجهات النظر حول إمكانية إدراج الجماعة الإنقلابية ضمن قوائم جماعات الإرهاب المجتمعي، وأمام ذلك ما يزال الحسم الدولي في هذه المسألة مؤجلا إلى وقت غير معلوم. إذن مشاهدينا نبدأ النقاش الآن، وسيكون معنا من نيويورك السفير اليمني لدى الأمم المتحدة خالد اليماني. سعادة السفير مساء الخير. مساء النور أخي العزيز. أهلا بك سعادة السفير. يعني ضعنا بصورة تصريحاتك الأخيرة بشأن وجود توجه دولي بتصنيف أذرع إيران كمنظمات إرهابية ومنها جماعة الحوثي. نعم أخي العزيز، هناك توجه يتصاعد في المستويات القانونية الدولية وفي الأمم المتحدة وفي الإدارات السياسية في الولايات المتحدة الأمريكية وفي بعض الدول الأوروبية. الإشارة إلى أن إيران التي أخذت فسحة من الراحة والاعتقاد بأنها تتوسع وفقا لعقيدة أوباما التي أفتح المجال لها للتحرك والتوسع في المنطقة مقابل الاتفاق النووي، انتهت تلك الفسحة. الآن المجتمع الدولي بدأ يلتفت إلى خطورة الممارسات الإرهابية للدولة الإيرانية
الممارسات التوسعية للدولة الإيرانية باعتداءاتها المتكررة على المصالح الحيوية لشعوب المنطقة، وبدأوا يدركوا أن هذا سيدفع المنطقة إلى الجحيم. والآن تحركت الإدارة الأمريكية لإعلان أذرع إيران في المنطقة، وأقصد بذلك في اليمن الكيان الحوثي هو هنا سعادة السفير فيما يخص جماعة الإرهابية الأخرى التي تتبعها في المنطقة. نعم سعادة السفير، هو هنا تحديدا فيما يخص جماعة الحوثي، برأيكم هل ثمة جدية تحملها الإدارة الأمريكية الجديدة في تصنيف هذه الجماعة كمنظمة إرهابية، أم يأتي ذلك في سبيل الضغط السياسي؟ لا لا لا، الأمر لا لا لا، الأمر لا علاقة له بالضغط السياسي أخي العزيز. من أطلق التصريحات الأولى هو مستشار الأمن القومي، لا يطلق تصريحات في الولايات المتحدة منسوبة إلى مستشار الأمن القومي إلا قضايا تمس بالأمن القومي للولايات المتحدة الأمريكية. هذا ليس مجال، هذا ليس وزير الخارجية، وليس رجل يصرح بأشياء فقط للاستثمار السياسي. هناك خطر داهر تشكله إيران وأذرعها الإرهابية في المنطقة، ينبغي أن يتوقف فورا. وأنا كنت صريحا في كل تصريحاتي السابقة وقلت على الملأ أن نافذة القرار 2216 تغلق، وسيبقى ولن يبقى أمام هذه الجماعات إلا الامتثال لقوة القانون، سيتم تصفيتهم بقوة القانون، القانون الوطني والقانون الدولي. وكنا نقول دائما تعالوا إلى هذا، ينبغي أن تسلموا بأنكم اختطفتم الدولة، هذه ليست مسألة صغيرة، هذه مسألة كبيرة، اختطاف الدول. تعتقد الميليشيات وقطاع الطرق بأن بإمكانها في لفتة من الزمن أن تختطف الدول. هؤلاء العصابات بتحالفهم مع الرئيس المخلوع اعتقدوا استسهلوا الأمر، الآن يجروا شعبنا إلى مآسي وإلى مذابح. اليوم ترسل إلى الجبهات المئات والمئات تحت ادعاء طائفي مناطقي مريض للقتال في الجبهات، يذبحوا في الجبهات، أو هؤلاء هم أبناء شعبنا. من يموت في الجبهات من المقاتلين من الطرفين هم أبناء الشعب اليمني. ينبغي أن يتوقف حمام الدم هذا ويسلموا وتعود الشرعية. كنا نقول لهم أنتم لن تقصوا من الحياة السياسية، أنتم جزء من الحياة السياسية، ولكنهم يصروا إلا أن يتحولوا إلى تنظيم إرهابي، ويصروا على أننا لن نتعامل معهم بعد اليوم. نعم سعادة السفير، يعني البعض يتحدث من منظور عام أن التصعيد الأمريكي باتجاه طهران ليس أكثر من استعراض إعلامي ولن يصل لحد التدخل المباشر ومواجهة إيران. يعني هناك التصريح الذي ذكرته الذي يخص ميليشيا الحوثي هو بخطر استشعرته الولايات المتحدة على الملاحة الدولية التي تمر في المضيق الدولي، ولكن بشكل عام التصريحات المتبادلة ما بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية البعض ينظر لها بأنها فقط مهاترات إعلامية، ما الذي تراه أنت؟ أخي العزيز شرحت لك أن القرارات التوجهات الدولية لا تصدر بإعلانات وفرمانات، التوجهات الدولية توجهات سياسية صادقة تلقينا نحن وتلقى حلفاءنا وتلقت المنطقة رسائل مباشرة من الإدارة الأمريكية بأن إيران لا يمكن السماح لها بالتمادي، بأن إيران سيتم قص أذرعها الإرهابية في المنطقة، ومنها ميليشيات الحوثيين، وهناك ميليشيات كثيرة في المنطقة أنا لست بصدد ذكرها. كل هذه الميليشيات سيتم قص أطرافها حتى تنتهي دابر التوسعية الإيرانية في شؤون المنطقة. هذا قرار سياسي اتخذ على أعلى المستويات، وسيتم المباشرة بالتنفيذ، سيتم تحويل هذه المنظمة إلى منظمة إرهابية، سيكون أمامها الالتزام بكل مترتبات القانون الدولي. وأنا لا أقول أن نافذة القرار 2216 تغلق، ولن يكون بإمكاننا يوم غد أن نتباحث في القرار 2216. القرار 2216 أخي العزيز يتحدث عن استعادة الدولة المخطوفة،
بكرة لا يكون بإمكاننا التحاور مع الحوثيين لأنهم سيكونوا منظمة إرهابية. نعم. سيكون أمامنا أن نتحاور معهم بالقانون الدولي وبالإلغاء. هذا نعم. خطاب واضح. نعم سعادة السفير. العالم كله. نعم سعادة السفير، تحدثتم عن تقديم اليمن مذكرة قانونية للأمم المتحدة بخصوص أذرع إيران في المنطقة. ما أهمية هذه الخطوة وما هي الخطوات القادمة التي سوف تقوم بها الحكومة اليمنية بعد تقديم المذكرة القانونية للأمم المتحدة؟ المذكرة القانونية التي نتحدث عنها يا سيدي هي بناء قانوني يؤسس بعملية الانتقال لما بعد القرار 2216 في حال رفضت القوى الانقلابية الامتثال للشرعية الدولية اليوم. نعم. الشرعية الدولية اليوم تقفها القرار 2216. إذا رفضت القوى الانقلابية وأصرت على تدمير اليمن وأصرت على قتل الآلاف من أبناء اليمن وأصرت على تجويع الشعب اليمني وأصرت على هذا 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 الدمار الكامل، سيكون الرد بإغلاق نافذة القرار 2016. هذه الوثيقة وثيقة تاريخية تشبه إلى حد ما القرار 2016، تعتبر نقلة باتجاه انتقالنا إلى التعامل مع هذه التنظيمات باعتبارها نعم. تنظيمات إرهابية. نعم سعادة السفير، يعني بسؤال أخير، هو أنت تحدثت عن أن كل التوجهات اليوم مع يعني في توجه واحد بأن تصنف هذه الجماعة كمنظمة إرهابية، هل نستطيع القول أنه في الزمن القريب سيتبلور هذا التوجه والقرار أم أنه سيأخذ بعد أطول إلى أن يتم الإقرار بشكل نهائي؟ والجهود القانونية أخي العزيز تأخذ بعض الوقت حتى تستكمل حلقاتها وحتى يتم إقناع الأطراف الهامة في المجتمع الدولي حول أهمية التوجه القانوني. نعم إذن أشكرك جزيلا سعادة السفير اليمني لدى الأمم المتحدة، كنت معنا عبر الهاتف من نيويورك، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا سينضم إلينا الآن من الرياضة الدكتور خالد بطرفي، أكاديمي ومحلل سياسي سعودي. مرحبا بك دكتور. يا هلا حياك الله. أهلا بك دكتور، لعلكم سمعتم ما قاله المندوب اليمني لدى الأمم المتحدة سعادة السفير خالد اليمني بشأن التوجه الدولي بتصنيف أذرع إيران ومنها جماعة الحوثي باليمن كمنظمات إرهابية. هل هناك أدلة أخرى تؤكد جدية الإدارة الأمريكية هذه المرة في التحرك بصرامة وجدية؟ يعني حتى الآن نحن لدينا مواقف صوتية لم يبدأ الفعل، اللهم إلا إذا أخذنا في الاعتبار العملية النوعية التي تمت ضد القاعدة. نعم. وأيضا تحرك المدمرة كول باتجاه باب المندب، وما قيل أيضا عن تحرك أسطول من البحر الأبيض المتوسط عبر يعني عبر البحر الأحمر وصولا إلى باب المندب. فإذا كانت هذه التحركات تنبئ وهذه الأقوال تنبئ عن أفعال صارمة، فهذا يعني أنه 2017 بإذن الله ستنتهي مشكلة اليمن وسيحسم الأمر تماما. أما تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية فهذا أمر لم أسمع به وأرجو أن يكون صحيحا وهو بشارة خير، فهو هذا واقعهم الحقيقي، يعني هم لا يختلفون عن حزب الله. فإذا كان حزب الله صنف من كثير من المنظمات الدولية كمنظمة إرهابية، فلماذا لا يصنف أيضا الحوثي وهو جرائمه لا تقل بشاعة عن جرائم حزب الله؟ نعم، هو أيضا سعادة السفير يعني أكد أن هناك توجهات أمريكية، يعني في هذا السياق هل يمكن أن نقرأ التوجهات الأمريكية الأخيرة؟ يعني هل ثمة إطار توجه أمريكي جاد ضد إيران وأذرعها، أم أنه يمكن فهم هذه التوجهات تحت لافتة محاولة الهروب من الأزمة التي تمر بها الإدارة الأمريكية داخليا؟ لا أنا أعتقد أنهم جادين، لأنه اختيار للوزراء والمسؤولين والقيادات العسكرية تم على أساس مواقفها السياسية والمبدئية. نعم. وجميعهم يتفقون على أن إيران خطر على المنطقة والراعي الأول للإرهاب، وهذا تكرر بشكل لم يسبق له ولم يكن له من قبل مثيل. يعني حتى في فترة جورج دبليو بوش
لم يكن هناك هذا الإصرار وهذا التحدي وهذه المواقف الصارمة. وأرجو فعلا أن يتبع هذه المواقف تحركات عقلانية ومنطقية من قبيل الحصار الاقتصادي على سبيل المثال، وقطع أذرع إيران في المنطقة، محاصرة حزب الله ماليا واقتصاديا و يعني تصنيفها كمنظمة إرهابية، وإقناع الأمم المتحدة لأيضا اتباع هذا التصنيف، ومثل هذه من المواقف التي يمكن أن تضع إيران في مكانها الطبيعي ك يعني دولة مارقة، وعليها أن تراجع أفعالها وأعمالها وإلا. نعم سيد، يعني دكتور، تصنيف الحوثي كمنظمة إرهابية برأيك ما هي الخطوات التي يمكن أن تتخذ لجعل هذا التصنيف قيد التنفيذ؟ يعني في البداية يجب أن نعود للقرار 22/16 والذي ينص على أن على أمين عام الأمم المتحدة أن يقدم تقريرا خلال 15 يوم من صدور القرار بمدى التزام الحوثي ومن يدعمه من القوات علي عبد الله صالح بهذا القرار. للأسف بان كي مون لم يعد هذا التقرير، وفي مخالفة صريحة لأنظمة الأمم المتحدة، ربما لأنه كان متحيزا إلى الإدارة الأمريكية السابقة وأنه كان يريد أن تطول هذه الأزمة وأن تتحمل دول الخليج وحدها العد في إنهائها. الآن الوضع اختلف، وإذا كانت الإدارة الأمريكية فعلا متسقة مع كل ما تقول فإنها تستطيع أن تستخدم هذا الباب، وأن يطلب من الأمين العام الجديد أن يقدم هذا التقرير. فإذا قدم التقرير وفيه أن الحوثي وصالح لم يلتزموا بقرارات مجلس الأمن بعد حوالي عامين من إصدارها، يمكن من خلال هذا أن يصدر أمر أو قرار جديد إلحاقي، ويعني يكون في أن هذه المنظمة أو هذه الجماعة تعتبر جماعة إرهابية، وبالتالي يتبع ذلك إصدار قرارات يعني مالية وسياسية ودبلوماسية وربما عسكرية لإجبارها على تسليم ما لديها من سلاح والانسحاب من المدن وتنفيذ يعني بنود القرارات السابقة. نعم دكتور، دعني أشرك معنا بالحديث من عدن. سينضم إلينا المحامي فيصل المجيدي، محامي وناشط حقوقي. مرحبا بك سيد فيصل. أهلا وسهلا بكم. أهلا بك سيد فيصل، برأيك ما هي الخطوات القادمة التي سوف تقوم بها الحكومة اليمنية بعد نيتها تقديم مذكرة قانونية للأمم المتحدة تطالبها باتخاذ إجراءات وفقا للقانون الدولي لشجب سلوك إيران في المنطقة؟ الواقع أن مسألة إدراج إيران في هذه العملية ما يسمى ب الدول التي ترعى الإرهاب هو يبدو لي أنه كان في الأساس هما دوليا، باعتبار أنها بالفعل ثبت من خلال التقارير الدولية أنها كان لها دور كبير جدا فيما يتعلق بدعم كثير من المنظمات الإرهابية في العالم، واستضافت كثير من قادة القاعدة، تحدث الكثير منهم عن أن إيران كانت تستضيفهم، وبالتالي أصبحت ورقة تبتز به المجتمع الدولي، وكذلك من خلال نشرها للفوضى في السنوات الأخيرة في الدول. الدعم هنا يتركز للجماعات التي تثير الفوضى، ما يتعلق بدعم بالبارود، بكل ما يتعلق بالقتل، وكذلك الأموال سواء لحزب الله وبالأسلحة وبغير ذلك. ومن ثم فهذا الواقع كان يجب أن يلفت نظر المجتمع الدولي، خصوصا وقد ترتب على ذلك قرارات دولية، مثلا في اليمن 6 قرارات أممية آخرها القرار 22/16 تحت الفصل السابع، والذي منع في الأساس من دعم جماعة الحوثي وعلي عبد الله صالح بالأسلحة،
التقارير تتحدث عن أن إيران بالفعل قامت بدعم هذه الجماعات بالأسلحة خلافا للحصار الذي يفترض به أن يتم تكليف التحالف العربي في القرار 22/16 إضافة إلى القرار 21/40 كان قد ألزم بعدم جواز الدعم ما يؤدي إلى تقويض السلطة سواء بالسلاح أو بالمال أو بكل ما يتعارض مع سياسة المجتمع الدولي الراغبة في خلق الاستقرار في اليمن. ومن ثم فإن مثل هذا القرار ينبغي بالفعل أن يتم الحرص عليه وتطبيقا للقرارات الدولية. لكن السيد فيصل سيد فيصل، على صعيد مجلس الأمن والبروتوكولات المتفق عليها دوليا، كيف يمكن للحكومة اليمنية أن تحاسب إيران على تصرفاتها؟ الحكومة اليمنية في الأساس يجب عليها أن تقوم بتجميع الأدلة الواضحة والصريحة والدامغة على هذا التدخل، وحقيقة كما تعلم بأنه قبض على سفينة جيهان التي أتت إلى اليمن في 2012 وتم بالفعل تحريز هذه الأسلحة، وسبق بالحكومة اليمنية أن تقدمت بشكوى، وكذلك في العام 2015 تم أيضا تقديم شكوى لمجلس الأمن والقبض على العديد من الزوارق البحرية والسفن وبشهادات سواء من خلال البحرية الأسترالية أو الأمريكية، وكذلك القبض على عملاء إيرانيين وجدوا في الأراضي اليمنية قبل أن تقوم بتقديمهم للمحاكمة، ثم دخلت جماعة الحوثي وسلمتهم عبر سلطنة عمان في حينها. ومن ثم فالقرائن والأدلة كانت واضحة في إدانة السلوك الإيراني، وهذه الأدلة برأيي أنها يمكن في حالة العمل على إبرازها بشكل واضح في مجلس الأمن أن يتم بالفعل العمل على يعني إدانة هذا السلوك، ومن ثم التعامل معها يعني دولة تدعم الإرهاب. إذن وضحت الصورة. المحامي فيصل المجيدي، كنت معنا عبر الهاتف من عدن، شكرا جزيلا لك. أعود إلى ضيفي الآخر دكتور خالد باطرفي، الأكاديمي والمحلل السياسي السعودي. دكتور، يعني الحكومة اليمنية قدمت أو تعزم تقديم مذكرة قانونية للأمم المتحدة بخصوص إيران، إلى أي مدى يمكن قياس فعاليتها خصوصا في ظل المتغيرات الدولية الحاصلة بعد مجيء الإدارة الأمريكية الجديدة؟ أعتقد أن الآن الفرصة سانحة فعلا، لأنه كما ذكرتم المتغيرات الجديدة بمجيء إدارة ترامب وأيضا في الإدارة البريطانية، والموقف الفرنسي معروف ولكن الموقف البريطاني تبدل الآن وأصبح ناقدا بشكل قوي لإيران وكاشفا لأفعالها وأنشطتها المخربة في المنطقة. الآن أصبح الأمر أسهل مما سبق، ربما يكون هناك اعتراض من روسيا، ربما تتحفظ أو لا تصوت، ولكن الفرصة أفضل بكثير من السابق، لأن إدارة أوباما كانت ستطيح بهذا القرار قبل أن يولد. أما الآن فإن المجال أوسع والفرصة سانحة فعلا لأن يمرر هذا القرار. دكتور، بالسؤال الأخير قبل أن نختم، يعني إلى أي مدى يمكن حدوث تفاهمات سعودية مع الإدارة الأمريكية الجديدة بخصوص تشكيل جبهة موحدة ضد إيران في المنطقة، وما مدى وإمكانية تحقيق ذلك؟ يعني أشير إلى المكالمة التي تمت بين الملك سلمان حفظه الله والرئيس ترامب، وفحواها منشور حتى في موقع البيت الأبيض، وواضح أن هناك تطابق في الرؤى واتفاق تام على مواجهة إيران، وأرجو أن نرى في الأيام القادمة مزيدا من ملامح هذا التفاهم. أيضا بعد بأيام تم الاتصال بين وزير الدفاع السعودي الأمير محمد بن سلمان ووزير الدفاع الأمريكي الجديد، وأيضا نوقشت هذه الأمور وكيف يتم تنفيذها، وكان أيضا الاتفاق ويعني كان هناك تطابق في الرؤى، ولذلك أعتقد أننا سنشهد في عام 2017 خطوات عملية لقطع أذرع إيران في المنطقة وإعادتها إلى يعني حدودها الطبيعية ومكانها الطبيعي
بدون أن نسمح لها بمثل هذه التدخلات وهذا التخريب للمنطقة. إذن أشكرك جزيلا، كنت معي من الرياضة دكتور خالد باطرفي الأكاديمي والمحلل السياسي السعودي، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا بهذا القدر نصل إلى ختام حلقة الليلة من زوايا الحدث. أشكر ضيوفي، كان معي من عدن المحامي وناشط الحقوقي فيصل المجيدي، والشكر أيضا لسفير اليمن لدى الأمم المتحدة، كان معي من نيويورك سعادة السفير خالد اليماني، والشكر أيضا للدكتور خالد باطرفي الأكاديمي والمحلل السياسي السعودي. وختاما مشاهدينا، تقبلوا تحياتي وتحيات معد حلقة الليلة محمد عبد المغني، وهي أيضا من جميع أفراد طاقم العمل. حتى الملتقى، أترككم في رعاية الله وحفظه.